يعني ربط علاقات عبر المواقع التواصل الاجتماعي بين الذكور وبين الإناث؟ نعتقد هذا هو السؤال. فكما قلت يعني شوفوا الغاية. فإذا كانت الغاية غايات هي كثيرة، إذا كانت غاية علمية، كانت غاية شريفة من أجل التعرف وبالتالي يعني بناء علاقة شرعية على ذلك التعرف، فحسب الغاية. أما إذا كان الغاية يعني غاية يعني تؤدي إلى ما لا يجوز شرعا، ولذلك فهنا حسب ما هي الغاية من ذلك. ممكنناش نقولوا إن التعرف عن طريق التواصل أو غيرها راه حرام مطلقا ولا يجوز كله، وإنما ذلك بحسب الغاية وبحسب الهدف.